لو شامبوان، شامبوان كيفاش تيتيليزي لو شامبوان تاعك، كيف شحال مره تغسلي شعرك. كاين اللي تغسل كل يوم شعرها في الشامبوان كل يوم، والشامبوان ما لازمش يكون كونسنتري. حاجه الاولى لازم تخيري شامبوان اللي يوالم شعرك دابا، وكي تروحي تغسلي شعرك حنا عندنا طبيعه كما قال الطبيعه هذيك، تحكمي قرعه الشامبوان تفرغيها ديريكتومون فوق شعرك هكذا كونسنتري ثقيل، وصافي ديري دو تخوا دو تخوا شامبوان في النهار. غير منصوح به بزاف، لازم تزيدي له شويه تاع الماء، ما لازمش جامي ديري لو شامبوان تاعك يكون كونسنتري، زيدي له ديما ديما تزيدي له شويه تاع الماء وتغسلي به عادي، تغسلي فروه الشعر. لا الشامبوان لازم يتخلط مع الماء شويه، ديما لازم نخلطوا له فوالا. هادو كاينه كي تكلمي عفوا على العوامل اللي المراه ما تكونش دايره كولوراسيون في شعرها وتلقى هذا المشكل. تلقى هذا المشكل بزاف، راني رايحه بزاف مشاكل اللي نديروهم بلا ما نفيقوا. باغ اكزومبل لو شامبوان، بدينا بلو شامبوان والمشطه تاع الشعر، كيفاش تمشطي؟ طريقه اللي تمشطي بها شعرك ثاني، كاين اللي تحكم شعرها تسلك 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 حتى تكسرو كاع عيتك. تلقى فيه سورتو كي يكون شامخ شعرك وديري له لو ديميلون لا بري شامبوان وتروحي بالمشطه، تما ثاني هكا حتكسري بزاف شعرك، باسكو علاش؟ الشعره راهي سخونه، راهي لي زيكاي مفتوحين، راهي معرضه للخطر. صافي انت ديريكتومون تحكمي بعدا، لا كانت مشطه رقيقه ولا سلاكه رقيقه كي تكسري في شعرك بلا ما تفيقي. يقولوا كاينه انه المشطه ولا تمشيط تاع الشعر ماشي مليح في لادوش، يعني كي يكون شعر شامخ ولا يكون شعر شامخ جامي تسلكي شعرك وهو شامخ ولا بلا بري شامبوان. هذه الغلطه اللي كاع نغلطوها، ديري لا بري شامبوان تاعك فوالا، كاع كنا نديروها صافي. هذه غلطه اللي كنا نديروها وان شاء الله ما نزيدوش نديروها، وبزاف اللي مازالهم ساكن تقول لك ندير لا بري شامبوان باش يتسلك لي شعري. هنا سي فو، راكي غلطه 100%. تسلكي شعرك قبل ما تدوشي، قبل ما تدوشي تسلكي شعرك ودخلي دوشي يجيك عادي. وهنا كي راكي حتحكي تحكي فروه الراس صافي، الشامبوان هذا كي يحبط جوست على لي لونغور اي لي بوينت سا سوفي لارجومون، بلا ما تزيدي شامبوان تحته صافي، تما كي حتزيدي تحرقي شعرك بلا ما تفيقي. سي بيان صافي. لو شامبوان نستعملوه لا غاسين فروه الراس باش نحو لو غرا هذاك، نحو لا غراس اي تو، ولو ديميلون ولا لا بري شامبوان لو ماسك ولا تحكميه لي لونغور اي بوينت، استعمليه لي لونغور اي بوينت. يعني بالاصابع برك فوالا، غير بالاصابع تشللي بيان شعرك، ومن بعد طريقه تنشيف الشعر ثاني. بزاف اللي تحكم السربيتا هذيك لا سيرفيت تعصر شعرها، قلت لك هنا يكون الشعره تكون سخونه معرضه للخطر. هنا كي تكسري شعرك هنا الشعره تما اللي تلقاي لي فوش، تقول لك مانيش ندير سيشوار، مانيش ندير ليسو وشعري راهو مكسر راهو مدقدق عندي لي فوش، وتلقاي صح هاد شفناه بزاف، شفنا بزاف ديكا هكذايا تلقاي عندها اون باز ناتوريل شابه مي شعرها مكسر صح فوالا، مقصف من الفوق للتحت. هذه هي الغلطه ثاني تاع لا سيرفيات، كيفاش نعصروا شعرنا. جامي تعصري شعرك، كاين ميم دي بوني سيرفيات تقدري تنشفي شعرك غير بالعقل بلا سيرفيات، سينو ديري لو بوني سيرفيات هذاك تخليه يقطر بالعقل. كي نشوف شعرك احكمي شعرك بالمشطه العريضه، سنانها عراض مشطه ولا سلاكه عريضه، تبداي تسلكي شعرك من لي بوينت لا غاسين. داكوغ، من لي بوينت لا غاسين. بزاف اللي يغلطوا تحكم شعرها من الفوق للتحت. أوكي. هنا راكي طيحي فيه شعرك وراكي تكسري فيه بلا ما تفيقي. اوكي على حساب كلامك، حتى المشط لازم نديروا له ثاني حساب، ماشي غير شامبوان. المشط ديري له حساب، ماشي غير شامبو. قلتي دوكا المشط لاسنانه كبار يعني نفرق بزاف توجور فوالا توجور، غير الا كان شعرك غاد فريمون وشباب تقدري تستعملي سلاكه بيسك هو راهو سالك تقدري تستعملي. وتمشي ثاني لازم يكون قلتي لنا في النهار، قلتي انا نهضروا في الكواليس لازم فوالا التمشيط لازم يكون دو فوا باغ جور، لازم تمشطي الصباح شعرك والعشيه شعرك. بزاف ثاني اللي يقولوا لي شعري راهو يطيح نخاف نمشطو، لازم تمشطيه وشعره لازم تتجدد، لازم لازم تروح هذيك الشعره الميته وتعاود تخلف جديده. اوكي ديجا كيما حنايا عندنا لا شيت شوفو يطيح دو فوا باغون، عندنا الخريف كيما يطيحوا الاوراق تاع الشجر كيما يطيح شعرنا شعرنا، وعندنا الربيع تتجدد الشعره تتجدد صافي تجي شعره جديده. أوكي. صافي خليه يطيح ما تخافيش، وقتاش تولي تخافي الا شتي بلي يطول صافي عام كومبلي وشعرك يطيح وراهو بزاف يطيح، انت واش ديري؟ ديري لي شامبوان اونتي شوت، تعاونيه بلي زويل، ديري اون بتيت كوب فوالا. دوك نروحوا لا كوب، سمحي لي برك نكملك هذه. ديري اون بتيت كوب الا شتيه فريمون يعني طول خلاص لا شوت راهي زادت، تما تروحي تشوفي ان ديرماتولوج اللي هو مخصص بهذا الشيء، يشوف يديلك دي زاناليز بوتيتر عندك اون انيمي فورت ولا بالك درتي ان ريجيم ستريكت وشي انت سي نورمال شعرك يطيح. صح صح. خلينا من لاليتمون اكوشمون نهضر على لي بتيت جون في اللي عندهم هذا لو بروبليم.